السلام عليكم خوتي اخواتاتي داخل الوطن خارج ارض الوطن جميعا. خوتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيانين؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده انتم ووليداتكم ومعز عليكم كاملين. معكم قناه يوميه فاطمه واختها. وكي دايرين اخوتي مع الصهد وهاد الحراره؟ الله يبرد علينا ويا ربي لما تطلبوا من الله يهز علينا هاد الوباء باش كل واحد يجي عند عائلته ويتلاقاو بعضياتهم. كاين اللي مساكن باقي ما جا عند العائله ديالو، كاين اللي مازال ما تلاقى، وكاين والله العظيم الله يهزو علينا. اليوم كما كتشوفوا اخوتي نهير جديد وفيديو جديد. هاد النهير هذا راه ما فيه لا طياب لا والو، هاد النهير هذا غير واحد السيده كنعرفها وجارتي وساكنه حدايا، يعني ما بعيداش بزاف. المهم انا غنشارك معكم الطريق، ما بعيداش بزاف غير واحد شويه عليا. ومسكينه فتحت قناه، عاد فتحت قناه جديده وكبرت بيا. المهم كاملين قنواتنا صغار، المهم القناه ديالنا مفعله وهي قناتها مسكينه مازال، يعني عاد بدات وكبرت بيا وعرضت عليا. ان شاء الله غنمشي عندها نديرو كاسكروت وندير معاها شي فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتابعونا. والمهم اخوتي كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، يا مسكينه عاد فتحتها وبغات المهم تخدم على ولدها فيها، وبغات المهم بغات قناتها تطلع لها. وكنطلب منكم خا كي قلت لكم انا قناتنا باقا صغيره انا واختي، المهم كنطلبوا منكم تدخلوا عندها وتابوناو معاها. وانتم غتشوفوا الا دخلتوا عندها حتى هي غترد لكم بالمثل. وما تنساوش اخوتي تا قناه الاميره زينب، أميرة زينب حتى هي قناتنا الثانية أنا وأختي إن شاء الله يا ربي. كنتمنى منكم حتى هي تدخلوا عندها وتابوناو معايا، وراني كنرد على كل واحد لقيتو في الكومونتير كنرد عليه، ما كنخليه حتى شي واحد، كلشي كنرد عليه. وأنا راني كندخل عند كلشي والله العظيم وبصدق ربي شهد عليا كندخل عند كلشي، يعني كلقيتو في الكومونتير المهم توصلت بالجديد ديالو كلشي كندخل عنده. المهم تقريبا راه اللي قلب في الكومونتيرات ديالو غيلقى يوميات فاطمه واختها، راني عند كل شيء. والمهم انا باش ما نطولش عليكم ويجي الفيديو طويل وعاد نمشي عند الناس وهذا، غنشارك معكم حتى الطريق. المهم انا كي قلت لكم ما بعيداش بزاف غير قريبه. وشكرا لكم كاملين اللي دعمونا هذه القناه حتى تفعلت، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى تكبر وكتكبر بكم وكتطلع بكم هذه القناه، وشكرا لكم بزاف بزاف. وتابعوني باش ما يجيش الفيديو طويل. زينب قالت لك راه دارت قاعد كتعاود لك، حنا غاديين غير في الطريق. باش ما يجينيش الفيديو طويل ما كنبغيش نطولو بزاف. هيا توقف هيا توقف. حنا شنو ساكنين في العشوائي؟ في العشوائي وراني هما اصلا انا عارفه مداخله داخله من الديبار كايله العشوائي. دابا زينب وانت جايه قدامي كل المتسبع ديالي. حنا وصلنا، انا وصلت عند اخت اللي قلت لكم اختي عزيزه، انا وصلت عندها. انتما كما كتشوفوا زعما راه ماشي بعيده عليا، راه قريبه وبين جيراننا وزعما. وكيف ما قلت لكم حيت انا راني بديتها عندي في الدار. وهانتوما كما كتقولوا مساكنه ومرحبا بينا، انتما كتسكروا طوال هذا ديالنا. المهم هذه دي اختي اللي قلت لكم عندها القناه، سميت قناتك اختي ام علي كان. ام علي كان، كنتمنى منكم تدخلوا عندها البنات، انا متسبعين دياولي، كنتمنى منكم تدخلوا عندها وتابوناو معاها. وهي راه غتدخل عندكم كيف ما قلت لكم، راه غتدخل عندكم وغتلقاوها في الكومونتيرات عندكم، يعني راه كتدخل عند اي واحد. مسكينه هي يلاه يلاه باديه، داك الشيء علاش مازال مسكينه ما عرفاش. وكنطلب بالخصوص من البنات اللي في المجموعه معايا يتعاونوا معاها، ودابا نبارطاجي لكم القناه ديالها في المجموعه. وكنتمنى منكم تدخلوا عندها، راه حتى هي مسكينه باغا تدير هاد القناه غير باش تخدم على ولدها، وتعاونوا معاها الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا كما كنقول لكم دائما. وكما شفتوا هي يعني هي مسكينه حتى هي على قد الحال بحالي بحالها. حنا كما كتعرفوا ساكنين في العشوائي كاملين،
وهضر عليك يلا السلام عليك. السلام عليكم المشاهدين ديال تي لوغنا، كي دايرين لاباس عليكم؟ عواشركم بروقه؟ يوم فاطمه اختها كيف بقيتوا لاباس عليكم؟ كدا مع الصحيحه كيبقى وليداتكم العائله ديالكم؟ وكنتمنىكم المشاهدي العزاز الغالين ديال اختي لبنى تزوروني تهلا في القناه ديالي، الله يجازيكم بالخير وتدعموني وتوقفوا معايا كما وقفنا مع اختي لبنى. الله يوقف معكم ومع جميع المسلمين وربي يخليكم اخوتي العزاز، ومرحبا بكم والف مرحبا. لا قبلتوا عليا مرحبا والف مرحبا عزاز وغاليين بالفضل ديالهم علينا بعد القناه ديالنا انا واختي، بالفضل ديالهم راه غادا القدام ان شاء الله والله الا. وكما كشتوا هانتوما بقاو معنا تابعونا ان شاء الله. وهذا هو كسكرو ديالنا، واحد بنت ما كتعرفش نسك. ها انتوما مرحبا بالمشاهدين العزاز الغاليين ديال اختي لبنى. كما كنقول لكم دائما اللي كتوحم تسمح لنا، اللي كتوحم تسمح لنا كما كنقول لكم دائما. والمهم راه كاينين الناس معانا غير هما ما كيبانوش، وكاينه عاجزين بلا بغيتي تهضري معاها ما بغاش تهضر. كما قلت لكم ما تنساوش قناه الاميره زينب حتى تدخلوا ليها. والمهم بقاو معانا القناه ديالي ام علي كان، ام علي كان، ام علي كان. بغيتكم تعاونينا المشاهدين العزاز الغاليين، وراني غير عند اختي وهي اللي راها واقفه معايا ومستنداني. ونتمنى منكم المشاهدين العزاز الغاليين ديال اختي لبنى وقفوا معايا، الله يكثر خيركم والله هو اللي غادي يجازيكم. القناه ديالي مازال صغيره ونتمنى من الله تعالى وتبارك حتى القناه ديالي تكبر وطلع وندير الحباب ديالي. وشكرا بارك الله فيكم. وكيف ما قلت لكم تاع السيده ان شاء الله راه باقي غنديروا معها فيديو، عندها واحد البنيته دابا نوريكم ان شاء الله غندير معها واحد الفيديو، عندها واحد البنيته حتى هي مسكينه مريضه بالصرف. المهم دابا نوريكم غندير معكم فيديو ان شاء الله حتى هي معكم فيديو ديالها بوحدو. دابا نديروا معها فيديو ديالها بوحدو ان شاء الله. المهم دابا حنايا اليوم جينا غير باش نتعاونوا مع اختي عزيزه قناه ام علي كان. ام علي كان، ام علي، ام علي، ام علي كان، ام علي كان. المهم انا راني مابوريه معاها غير تما اللي لقيتو، كنتمنى منكم تدخلوا عندها. وانا اختي، انا اختي في هذه القناه حيت انا مشاركه انا اختي، راه قلتها مسكينه اختي ما عرضتش مي قلتها لها قالت لي مرحبا والف مرحبا. ما عرضتش مسكينه قالت لي سيري. وحنايا حنا براسنا قناتنا كي قلت لكم مازال صغيره ان شاء الله الحمد لله، راه حنا جيران وعائله تبارك الله ماشي فضلكم كيفما قلت لكم راه تفاعلت والحمد لله الله وزايده ان شاء الله القدام. وكنشكركم بزاف بزاف. والمهم دابا ان شاء الله انا غنصور معكم الحاله ديال هاد السيده هذه حتى هي بنتها مسكينه مريضه فيها الصرع. كنتمنى منكم حتى هي تعاونوا معها الله يجازيكم. هي مسكينه ما عندها لا قناه لا والو، غير تعاونوا معها. المهم الخوت المهم باش ما باش ما الله يجازيهم تعاونوا معها مسكينه. ويلا بقاو معنا. اختي عائشه تبارك الله، شوفوا يا المشاهدين العزاز الغاليين ديال يوميات فاطمه واختها تبارك الله غزال. تسمحوا لي اللي كتوحم تسمح لي، شوفوا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله غزال والله. وان شاء الله دابا وان شاء الله دابا نشاركوا معاكم ان شاء الله. تجي اختي فاطمه وردي لي يومي زوين. تجيو المتتبعين عندنا راهم عارفين المتتبعين ديالنا اللي جا فاس وقبل علينا كلهم مرحبا لي والف مرحبا. حنا رحنا جيران، اجيو لعن يوميات اختها فاطمه واجيو عن ام علي كان مرحبا والف مرحبا. قرابين بعضياتنا ما بعادينش بزاف، واحد جوج دقائق، شي دقائق بيناتنا ماشي شي حاجه بعيده. ومرحبا بكم عندي تا انا قبلتوا ليا مرحبا بهم والف مرحبا. وما تنساونيش البنات زوروني انا في القناه ديالي ام علي كان مرحبا وألف مرحبا. واسمحوا لي راني مع شويه دهشه مازال ما طلعتش مع الكاميرا وبارك الله فيكم. انا براسي غير اختي اللي كتشجع وانا حتى انا والله العظيم مازال دهشه مازال ما تطلقش مع الكاميرا. حتى انا في الاول ما كنتش كاع كنقدر باقا شويه بشويه الحمد لله. اختي كتشجعني كتقول لي واه هضري معايا راه غيقبلوا علينا ان شاء الله. هذه والله عاد الله يجازيهم بخير. حتى ماجده كنهدي لك هذا كويس مرحبا بهم والف مرحبا، يستاهلوا كثر من هذا الشيء. ودابا صافي البنات ودابا كي قلت لكم سمحوا لنا وبسلام عليكم بسلام عليكم الفيديو اخر ان شاء الله. وكما قلت لكم ما تنساوش الله يجازيكم بخير، ما تنساوش تدخلوا عندها الله يجازيكم بخير مرحبا الف مرحبا. المهم بغات ما يدخلوا عندك تردي لهم ان شاء الله ان شاء الله. هي اللي لقاتو عندها في الكومونتيرات رد عليه ان شاء الله يا ربي. وبسلام عليكم وقبلوا علينا قبلوا علينا وبسلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله. سلام عليكم المشاهدين.